مساء الخير واهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج مش بالكلام. حلقتنا النهارده زي الجو دلوقتي، شويه حر جدا وفجاه بيبقى لطيف. مثلا عندك سعر الذهب ولع مره واحده وارتفع بشكل ملحوظ الاسبوع اللي فات، في الوقت نفسه في انخفاض كبير في سلع كتيرة زي القمح والذرة والزيوت والخضروات. هنعرف أسعار كل ده وأكتر في حلقتنا النهاردة، واللي هنختمها بحوار أنا شخصيا احترت فيه كتير. ليه البورصة المصرية بتخسر طول الوقت رغم أن اقتصاد بلدنا بشهادات مؤسسات دولية في تحسن مستمر؟ انتظرونا بعد الفاصل وتفاصيل أخبارنا. أكتر حاجة اتكلمنا عنها في البرنامج الفترة اللي فاتت هي الذهب وسعره، لأنه بيهم شرايح كتير من المشاهدين، سواء اللي بيشتروه علشان الاستثمار أو يلبسوه للزينة. الأسبوع اللي فات سعر الذهب ارتفع حوالي 16 جنيه، وعشان كده احنا معانا على التليفون الدكتور ناجي فرج باقي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية. هنعرف منه الذهب ارتفع ليه وهل هيواصل الارتفاع ولا لأ. اهلا بيك يا استاذ ناجي، ازي حضرتك؟ اهلا، الله يبارك في حضرتك. طبعا حضرتك كنت معانا في حلقه وتوقعت ان سعر الذهب هيرتفع بشكل مستمر، ونصحت المشاهدين ان هم يستثمروا فيه، بس خلينا نتوقف عند ليه اسعار الذهب دلوقتي ارتفعت، وخصوصا خلال الاسبوع اللي فات، وارتفعت بنسبه قد ايه؟ هو حضرتك بسبب المشاكل اللي حاصله في مضيق هرمز وسياسه حجز النقلات، ارتفع الذهب عالميا الاسبوع اللي فات ليصل الى 1450. ولو انه انخفض يوم الجمعه امس انخفاض مؤقت، الا ان الاسعار تعتبر ارتفعت بنسبه اكثر من 15% في خلال الاسبوع الماضي فقط. طيب هل هيواصل الارتفاع ولا في فرصه للانخفاض؟ علشان خاطر حضرتك عارف ان احنا في فصل الصيف والناس عايزه تتجوز وتشتري شبكه. من افضل وانجح الاوعيه الاستثماريه، فالذهب على مجال العصور من ساعة ما كان الجرام ب 85 قرش عيار 21 لغاية ما وصل جرام 21 الأرقام المرتفعة الحالية، ونتوقع أن مزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة، خاصة مع الاضطرابات في منطقة الخليج، وخاصة مع احتمالات ارتفاع البترول وسياسات البنوك العالمية الرامية إلى تخزين مخزون قوي من الذهب للبنوك المركزية. طيب حضرتك شايف او تنصح المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي يعني يتعاملوا مع اي وعاء في الذهب؟ يعني حضرتك عارف ان الناس وان المستثمرين او اللي بيبيعوا ذهب شاطرين جدا، لكن تنصح المشاهدين ان هم يشتروا ايه في الذهب؟ ال 21 دايما بيبقى اجره بسيطه وبيستخدم كزينه وكخزينه، والسيده الفاضله لو عندها اي مناسبه بتقدر تستخدمه، وفي نفس الوقت لما بتيجي تبيعه بتجد هامش ربح ممتاز جدا جدا، خاصة ان في الفترة القادمة نحن نتوقع ان مع المشاكل العالمية والحرب التجارية ما بين امريكا والصين، مزيد من الارتفاعات عالميا، حتى مع ارتفاع قيمة الجنيه محليا، فبرضه لان ما ننساش ان وقية الذهب كانت في يوم من الايام ب 1950 دولار. بشكرك دكتور ناجي على وجود حضرتك معنا، وزي ما حضرتك قلت ان الذهب وعاء ادخاري امن وان المستقبل هيكون فيه. خلينا نبعد شوية عن اسعار الذهب اللي زادت ونروح لاسعار الدقيق والزيوت والسكر اللي تراجعت خلال الفترة اللي فاتت رغم زيادة دعم الوقود. عايزين نعرف عدد السلع اللي انخفض سعرها وكمان انخفضت بنسبة قد ايه، والاهم تراجع الاسعار هيستمر ولا لا؟ عشان كده احنا معانا على التليفون الاستاذ احمد عامر خبير البورصات السلعيه. اهلا بحضرتك معانا يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني نقدر نقول للمشاهدين كده يا فندم كم سلعه تراجع سعرها ومتوسط نسبه الانخفاض قد ايه، وابرز السلع اللي تراجعت؟
الحقيقه عدد السلع اللي انخفضت، او السلع احنا بنتكلم على السلع الاساسيه او السلع الاستراتيجيه، احنا بنتكلم في اكثر من حوالي 6 أو 7 سلع في انخفاض ملحوظ في الاسعار بتراوح نسبته ما بين 5 ل 25%، ودي نسبه كبيره في الفتره الحاليه. بالنسبه لابرز الانخفاضات كانت حصلت في اسعار الدقيق والسكر والزيت والذره والقمح والفول، وده طبعا بارقام وصلت او نسب وصلت 25% انخفاضات. هل في ربط ما بين رفع الدعم وانه ما اثرش على زياده السعر زي ما كان بيحصل كل مره في هذا التوقيت؟ هو الطبيعي ان كان مع رفع الدعم يحصل ارتفاع، لكن مع نزول الاسعار العالميه وانخفاض الدولار ده اثر على الاسعار بالنزول بشكل واضح. واحنا تحديد السعر بيتحدد بحاجتين اساسيتين، البورصه والدولار، واحنا عندنا الدولار في نزول انخفض وتوقعات باستمرار النزول، يعني في توقعات اكثر في الفتره اللي جايه ان اللي هيستمر، خصوصا مع ارقام السياحه كويسه، ارقام التصدير كويسه، استقرار سياسي وامني، ده بيساعد على جذب استثمارات، كلها عوامل هتساعد على انخفاض الدولار في الفتره اللي جايه، وفي توقعات كبيره جدا ان هو ينخفض الفتره الجايه اكتر. حضرتك كمان قلت ان بسبب البورصه والاحداث اللي بتحصل في البورصه. العوامل الخارجيه طبعا عوامل البورصه، واحنا هنا على عكس الذهب حصل، يعني الحرب التجاريه ما بين الصين وامريكا اثرت بالسلب على الاسعار السلع الغذائيه، وان كانت في بعض الاوقات كانت بترتفع لكن في معظم الاوقات كان في انخفاض ملحوظ، فده ادى لانخفاض اسعار السلع الغذائيه كلها بشكل واضح، وده طبعا اثر على الاسعار هنا في السوق المحلي. طيب حضرتك متوقع ان الانخفاض هيستمر ولا ده انخفاض مؤقت؟ وليه المواطنين يعني مش حاسين بالانخفاض ده في الاسواق؟ طيب بخصوص استمرار الانخفاض، هو ده مرتبط باستمرار انخفاض الدولار واستمرار نزول البورصه، وانا شايف في الوقت في الفتره الحاليه او الفتره اللي جايه بتهيألي هيبقى في استمرار النزول خصوصا الدولار، لان التكلفه بتتحدد على سعر الدولار، فهيبقى في استمرار. عدم شعور المواطنين دي طبعا نقطه مهمه جدا، لان احنا بنتكلم في السلعه بيبقى ده التكلفه المباشره بتاعت السلعه، المفروض ان هو بيبقى في مراحل بعد كده، مراحل الانتاج وتخش في الصناعه، المفروض يبقى في ضغط او في رقابه اكتر على السوق النهائي، لان هي المشكله عندنا بتظهر في السوق النهائي وليس السوق الاولي. السوق الاولي اسعاره معلنه ومعروفه ان في نزول فيها، ولكن الرقابه ضعيفه، وانا طالبت قبل كده ان يبقى في رقابه متخصصه على السوق النهائي بحيث ان هي ما تظلمش التاجر او المصنع، وفي نفس الوقت ما تظلمش المستهلك يعني. وان شاء الله ده ممكن يتم من خلال ان احنا نهتم شويه بانشاء بورصه للسلع. خلينا نقول ان وجود بورصه للسلع ده ممكن يكون مؤشر ايجابي ويساعد، او من خلاله نستطيع ان احنا نعرف الاسعار ويبقى في اليه علشان نحدد السعر. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا، وان شاء الله حضرتك تشرفنا في حلقه نتكلم عن اهميه انشاء بورصه للسلع في مصر ان شاء الله. شكرا جزيلا. بقى في خبر ثابت في القنوات والمواقع والصحف عن تراجع البورصة المصرية، في نفس الوقت بنشوف أخبار عن تحسن الاقتصاد، طب ليه البورصة رغم التحسن ده بتخسر؟ إيه السبب والأهم؟ الحلول، وكمان عايزين نعرف استمرار الخسائر دي هتودينا على فين؟ الأول إحنا إن شاء الله معانا ضيفين مهمين جدا بعد الفاصل، هما الأستاذ وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية، والدكتور مصطفى إبراهيم الخبير الاقتصادي المعروف، هنتكلم معاهم بكل صراحة عن أسباب انخفاض البورصة خلال الفترة الحالية، وإزاي يكون عندنا بورصة قوية تواجه كل اللي بيحصل من شائعات على الاقتصاد المصري، ورغم زي ما قلت لحضراتكم ان كل المؤسسات الدولية بتشيد بالإصلاح الاقتصادي اللي بيحصل في مصر. انتظرونا بعد الفاصل. أهلا
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، واسمحوا لي ان ارحب بضيوفنا الموجودين معانا النهارده في الاستوديو، الاستاذ وائل عنبه اهلا بحضرتك معانا. أهلاً بك يا فندم. والدكتور ابراهيم مصطفى اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. طيب خلينا نقول ان موضوع حلقتنا النهارده موضوع بيهم شريحه كبيره جدا من المواطنين، مش هقول كمان بشكل خاص المستثمرين في البورصه، لكن كل المواطنين عارفين ان البورصه دي هي مرآة الاقتصاد المصري، وبالتالي الاقتصاد لو قوي المرايه كلنا هنشوفها ان في انتعاش في البورصه. لو هقول لحضرتك النهارده المرايه شايف فيها ايه؟ المرايه بتقول ان الموقف صعب جدا، هذه البورصه لا تعبر عن هذه الارقام الاقتصاديه بالمره، الارقام الاقتصاديه جيده بشهاده الجميع، المؤسسات العالمية والمحلية، لكن أرقام البورصة لو قلناها كإحصائيات هتبين مدى الانهيار اللي فيه البورصة المصرية. أولا قيم التعامل، قيم التعامل انخفضت بشكل كبير، احنا كنا قيمنا بننفذ في اليوم في حدود 300 مليون دولار، أنا هقول بالدولار المعادل يعني على أساس أن الأجانب والعرب اللي بيخشوا أي بورصة بيحسبوا البورصة دي تستحمل دخولهم بقد إيه، فكان تنفيذنا اليومي في حدود 300 مليون، بقى اصبح 30 مليون يعني العشر. العدد من 300 مليون دولار في اليوم ل 30 مليون. كنا بننفذ 2 مليار جنيه سنه 2008 وكان الدولار ب 6 جنيه. النهارده بننفذ بحوالي 500 مليون جنيه والدولار ب 17 جنيه او 16 ونص. طب يعني السقوط ده حضرتك بتفسره ازاي؟ عوامل كتير، يعني منها فلوس المستثمرين اللي في السوق اتحرقت من كثر الخسائر. فمن كتر الخسائر الفلوس قلت بشكل كبير، دي الموجودة. ثانيا ما فيش فلوس جديدة بتخش النهاردة، عشان تقنعي عميل جديد انه يدخل البورصة من رابع المستحيلات. انا بقعد مع عملاء كتير قوي حتى بره مصر عشان تقنعهم انهم يدخلوا البورصة، عندهم رؤية سلبية، وهنقول الرؤية دي كونت من ايه، اسباب فقدان الثقة في البورصة. فاول حاجة ادي رقم التعامل، تاني حاجة عدد الشركات المقيدة في البورصة ورأس المال السوقي. بعد ما كان رأس المال السوقي تقريبا 100% من الناتج القومي الإجمالي سنة 2008، كان رأس المال السوقي حوالي 900 مليار وكان الناتج القومي 900 مليار. النهاردة رأس المال السوقي كله حوالي 700 مليار والناتج القومي حوالي 6 تريليون، فأصبح عدد الشركات المقيدة وقيمتها السوقية لا تمثل 15% من الناتج القومي، وده انخفاض شديد جدا جدا. عدد المتداولين في السوق بعد ما كان تقريبا المكود او المسجل في البورصه 3 مليون مستثمر، كان بيتداول منهم نشط حوالي 300,000، النهارده بيتداول 3,000 مستثمر فقط من ال 3 مليون المقيدين في السوق، ال 3,000 اللي هو المتداول النشط، فنزول حوالي 1% من قيم التعاملات. حاجات كتير جدا، وزننا على المؤشرات العالميه يقترب من الصفر، لا يتناسب نهائي مع دولة بحجم مصر. طيب خلينا قبل ما نتكلم على المؤسسات الدولية وشايفة الاقتصاد المصري إزاي والإصلاحات، دكتور إبراهيم، هي الصورة كده يعني ظلام قاتم زي ما أستاذ وائل بيقول، ولا ضبابية وممكن تتحسن لو حاولنا نركز شوية؟ مفيش حاجة مش ممكن تتحسن. أول أستاذ وائل إدى كده زي ما بيقولون كده صورة عن الوضع في البورصة ماشي إزاي، بس خلينا نضيف على كلامه زي ما قالوا كان في عدد المتداولين في السوق كان كبير ونزل، كلام عدد الشركات كان اكثر من 1200 شركه، بقوا اكثر بحوالي 200 وشويه شركه، فده عدد الاوراق قلت، عدد الشركات قلت، فبالتالي كمان مع مصاحب في نفس الوقت ازمه سيوله، عندك ازمه سيوله في السوق. السيوله دي حاليا مش بس على السوق، على الماركت كله، على السوق المصري كله. النهارده معظم السيوله محتجزه في البنوك النهارده نتيجه انه في عنصر جذب لاصحاب السيوله دي في ارتفاع اسعار الفايده. رغم انخفاض سعر الفايده اللي احنا بنشوفه حاليا، يعني الناس كانت معتاده في مصر ان نسبه الفايده وصلت ل 20%، النهارده احنا بنتكلم على معدلات فايده 14 و15%، اصلا المواطنين حسوا ان هم يعني سيلوا اوعيتهم الادخاريه ولاقيين ان النتيجه انخفاض في سعر الفايده. خليني اقول لحضرتك في وقت الازمات الاقتصاديه الصح انك انت تنزلي بسعر الفايده. تمام. الخلل اللي عندك في مخليكي تخلي سعر الفايده مرتفع لا يتعلق بجانب الطلب، هو يتعلق بقصور في جانب العرض. كان عندك فتره في ناس بتتجه ناحيه الدولار والدولار مش مسيطر عليه، كنت بتعملي تطبقي شويه ادوات عشان ايه تحافظي على سعر الصرف وتعملي فيه استقرار، كان في سعرين للصرف ده كان عامل مشكله في السوق. طب وصلنا للمرحله وصلنا للمرحله دي، طبعا كده لازم افكر ازاي اعالج جانب العرض. طب النهارده جانب العرض بيتعلق بالانتاج،
الانتاج ده هيتوسع، المنتج ده هيتوسع ولا هيعمل استثمارات جديده ازاي؟ لو تكلفه التمويل عنده عاليه. خدت بال حضرتك النهارده مش تحسبهاش بس يا 16 و75%، زود عليها رسوم اداريه وكذا وكذا توصل عنده 18 و19%. هو اصلا في المجال الصناعي او الزراعي دايما الاي ار ار بتاعه معدل الاستثمار العائد على الاستثمار بتاعه كان بيتراوح من حوالي 15 ل 22%. لما تبقى الفايده 20% ايه اللي يخليه يستثمر من ناحيه ده غير الاعباء يتوسع. كمان تاني حاجه لو راح يتعامل مع البنك النهارده خدت بال حضرتك هيبقى عنده تكلفه تمويل عاليه جدا، ان هو بيتعامل في الاستثمار بتاعه ما بين حاجتين، عنده ايكويتي اللي هو راس مال من ناحيه ودات قرض من البنك، والنسبه دايما حوالي 30 70 40 60 20 80. في الغالب الايكويتي قد ايه؟ من 20 ل 30%. طب هيدفع على 70% كام فوائد وعلى كام سنه، غير بقى اجراءات التمويل في حد ذاتها. فلازم نبص للموضوع من طرفين، مش نمسك الخيط من ناحيتين، مش من ناحيه واحده. زي ما قلت لحضرتك النهارده فكرنا في عرض عن جانب الطلب شويه، لا لازم نفكر في جانب عرض الفتره الجايه. عشان كده الدوله حاليا بتولي اهتمام لايه؟ للمصنعين المصدرين. بتحاول تزود حوافز الصادرات، النهارده بتقول لهم كمان حتى اللي عندي مستحقات هنخصمها لهم الضرايب. خدت بال حضرتك؟ بس حلول، هل دي حلول ترجمت على ارض الواقع لقرارات علشان نقدر نشوفها انجازات في البورصه ونجاحات؟ يعني انا بربط بس خلينا نتكلم برضو البورصه والاقتصاد من ناحيه ثانيه. زي ما قلنا في تحسن في المؤشرات الكليه الاقتصاد المصري. خدت بال حضرتك البورصه بتنتعش لما عجله الانتاج تدور. ايوه لا تعكسها البورصه يا استاذ وائل، هذه الاصلاحات والانجازات لا تعكسها البورصه. ليه؟ خدت بال خليني اتكلم برضو. اتفضل. لا اتفضل. طيب حضرتك قول لنا ليه فقدان الثقه؟ عده اسباب تراكمت خلال الفترة اللي فاتت، يعني مش هقول للسنة دي، لا ده دي تراكمات بقالها أربع خمس سنين، تراكمات انفجرت السنة دي. منها يعني مش 30 سنة ولا 35 سنة، لا احنا كانت البورصة في فترة من الفترات مصدر من مصادر العملة، كانت الاحتياطي النقدي في 2007 و2008 كان من البورصة. 33 مليار دولار اللي كانوا موجودين ما قبل يناير 2011 كان من البورصة. كان عندك مستثمرين عرب عرب وأجانب بيخشوا السوق بقوة، كان اي شركه بتنطرح كان بتتغطى باضعاف اضعاف. الحكومه نفسها طرحت شركه سنه 2005 المصريه للاتصالات اتغطت حوالي 16 مليار، كان طرحت برقم كبير، كان كان الطرح ب 5.2 مليار، التغطيه كان ب 30 مليار. شوفي 30 مليار جنيه دخلت السوق عشان تغطي اكتتاب كان ب 5 مليار. دلوقتي ايه بقى اسباب فقدان الثقه؟ اول حاجه ودي كانت اول عامل من العوامل، تدخل إدارة الهيئة والبورصة في آليات السوق. آليات السوق وآليات بورصة الأوراق المالية هي العرض والطلب، حرية العرض والطلب. لو أنا تدخلت في هذه الآلية بقتلها، لو أنا لغيت عروض أو لغيت طلبات. بمعنى إيه تدخل كانت في آليات السوق؟ كانت بتقوم بإلغاء بعض العمليات في المتداولة في السوق بحجة إن في تلاعب لرفع السعر. لو أنا في تلاعب لرفع السعر أنا أجيب المتلاعب ده أحوله نيابة ولكن أسيب حرية التداول. تمام؟ الحاجة الثانية كان لما في بعض الأسهم كانت بترتفع كان بتقوم إيقاف تداول على هذه الأسهم تماما وطلب قيمة عادلة. ما فيش حاجة في البورصات اسمها قيمة عادلة. السهم اللي النهاردة هتشتريه ب 10 جنيه ممكن تبيعيه بكرة بجنيه أو تشتريه ب 20 جنيه. حرية السوق، السوق ده بيسعر نفسه بنفسه، بيسعر نفسه على عوامل. في عوامل بره السوق بيسعر اسعار الاسهم دي بناء على عوامل كتير جدا. فكان في بعض الاسهم بترتفع، على سبيل المثال واشهرهم سهم غاز مصر، ودي شركه حكوميه والحكومه تمتلك 80% واللي في السوق 20%. السهم كان بيرتفع، احدى الجهات بتشتري في السهم شايفاه كويس، وقف التداول عليها وطلب قيمه عادله، وكمان بالعكس اصدر قرار بمنع هذه الجهه وهي جهه اداره صناديق ومحافظ من شراء السهم، وده كان قرار غريب ان انا امنع متداول من الشراء. رفعوا قضيه على الهيئه وكسبوها وطالبين غرامه 20 مليون جنيه من رئيس الهيئه. خليني اتوقف عند فكره ان يكون في رقابه او وقف لتداول على اسهم من اداره البورصه. حضرتك شايف ان مش ده فكر ممكن يكون مقبول في دول كتيره؟ هو انا هسيب الشركات تتلاعب، او هقول مش عايزه اقول يعني لفظ تتلاعب، بس هقول ان هي ممكن تقدم معلومات ما تكونش دقيقه فتاثر على مستثمرين صغار. المستثمرين دول الدوله مسؤوله عنهم، وبالتالي انا النهارده عندي اداره للبورصه دورها انها تراقب اداء البورصه. تمام.
خليني بس انا جايز يكون لي وجهه نظر مختلفه في الحته دي. انا دايما بشوف الرقابه ده عنصر مهم جدا، بس تكون رقابه متوازنه، لا يبقى فيها تنحرف يمينا او تنحرف يسارا. طيب هحرجك لو قلت لك هي الرقابه في البورصه المصريه متوازنه ولا مش متوازنه من وجهه نظر خبير اقتصادي مهم زي حضرتك؟ الفتره الجايه كان في بعض الحاجات كان في دور مهم للرقابه، وقدرت تحكم بعض التداولات اللي مش منضبطه. تمام، لكن في بعض المروجين للسهم او اللي بيديروا سهم معين قد يكون ليه مصلحه انه السهم يرتفع. دور الرقابه انها تشوف هل فعلا الممارسه دي سليمه او مش سليمه. زي ما قال الاستاذ وائل بتكلم برضو، هل في اجحاف في الرقابه؟ هل حصل سوء استخدام السلطه؟ الرقابه دورها انها تضبط السوق. خدت بال حضرتك؟ لو في سهم بيرتفع بزيادات غير مبرره تبص له طبعا من حقها وتشوف الممارسات بتاعتها. ايوه بس حضرتك مع فكره بقى ان انا تكون النيابه والقضاء والمحاكم هي السبيل، ده موجود في كل البورصات العامه. ايوه في العالم في رقابه، لو جيتي في السوق الامريكي في رقابه، وفي رقابه شديده في السوق البريطاني في حالات التلاعب، رقابه شديده في حالات التلاعب، مفيش هزار. بس احنا عندنا ما زلنا عندنا بطء في القضاء المصري في مده التقاضي، وبالتالي انا النهارده كاداره بورصه لو انتظرت ان بلاغ النيابه ياخد دوره الطبيعي في القضاء فانا بنتظر سنوات لناس بتستثمر في دقائق. لا حضرتك حتى دور الجهات الرقابيه يعني قولوا لنا ممكن تتحل ازاي او ممكن يكون في رؤيه ليها ازاي؟ انا قلت لحضرتك هي رقابه متوازنه، هو من حق الرقابه حتى كمان يحولوا القضيه بطريقه اسرع للقضاء، لانها شايفه من خلال التدقيق في المعامله او من خلال الممارسات اللي تمت على هذه المعامله ان شايف في انحراف. من حقي احاول الانحراف ده للتحقيق. خدت بال حضرتك؟ ده مطلوب، موجود في السوق الامريكيه، موجود في السوق البريطانيه، موجود في كل الاسواق العام. الجهه الرقابيه ممكن حتى توقف تشطب سهم نتيجه انه في تداولات مش مظبوطه. خدت بال حضرتك؟ بس في حاله واحده يا دكتور، ان تكيل بمكيال واحد، ما تكلش بمكيال. انا قصدك ايه؟ يعني احنا عندنا في البورصه بتكيل بمكيالين؟ اداره البورصه والهيئه بتكيل بمكيالين، لا تعالج جميع المواقف بمعالجه واحده. يعني في شركات بتعالجها معالجه او المخالفات بتعالج معالجه غير مخالفات اخرى. يعني عند حضرتك وقائع مثبته تقدر تعلنها للراي العام؟ احنا كان عندنا رايا، شركه رايا، ومشكله شركه رايا كان في شركه مثيله ليها بنفس الواقعه، شركه الوادي للاستثمار السياحي. شركه الوادي للاستثمار السياحي ما اجبرش صاحب الشركه ان هو يشتري من السوق زي ما اجبر صاحب شركه رايا، والواقعه واحده يعني الاثنين متشابهين في الاحداث. هنا اداهم فرصه شركه الوادي ان هي تبيع الجزء الزياده عن ال 33%. القانون بيقول لو انا شاري 33% اشتري الباقيين كله بعرض شراء اجباري. وده طبقه على شركه رايا ان هو كان بيمتلك المساهم الرئيسي اكتر من 33% هو واحد اقاربه، فالزمهم بالشراء الباقي. في حين في شركه الوادي كان برضه بيمتلك اكتر من 33% ما الزموش، قال له بيع الزياده دي اللي فوق ال 33 وارجع تحت النسبه. فهنا ادي حالتين هم متشابهتين ما تعالجوش معالجه واحده. هي قواعد وضوابط الرقابه المتوازنه اللي هي بقى عندك ستاندردز، معايير على الكل. طيب ما هي المعايير دي المفترض ان انا عندي قواعد وقوانين ثابته في حاله حدوث ما يشوب هذه التعاملات من مساوئ ان يكون في قرارات ثابته. هل القرارات والقواعد والقوانين اللي موجوده بتنظم عمل البورصه، عايزين نقول يعني مرنه، وبالتالي انا بقدر استخدمها بقوه مع شركه وبضعف او بمرونه مع شركه اخرى؟ يا القواعد ما اتغيرتش. طيب ليه حضرتك قلت انها مكيالين طالما ان القانون واحد؟ انا حكيت لك ادي وقائع اخرى. قواعد القيد بتقول ان السهم المقيد في البورصه لو عدد اسهم التداول الحر قلت عن 5% يتشطب. عندنا حالتين شهيرتين قعدوا 5 سنين في السوق ما اتشطبوش. شركه موبينيل بعد ما جالها عرض شراء واتباعت اتبقى في السوق 1% فضل مبقي عليها بتتداول 1% دي لمده 5 سنين لغايه ما الشركه عملت شطب اجباري بس بعد 5 سنين. ودي لو شركه اخرى مقيده والتداول بتاعها قل كان هيطلب منها الشطب مباشرة. هنا ساب شركة موبينيل اللي هي تحولت إلى أورنج فيما بعد. مش بيكون في مراعاة لمثلا لسمعة شركة كبيرة وأنا بتخذ إجراءات؟ وأنا ما بعملش معها أي إجراء غير إن بقول لها يا إما تتوافقي مع قواعد القيد أو لا. إنك أنت الواحد في المية في السوق ده يا أنت كشركة تشتري، زي ما شركة فودافون دلوقتي مش مقيدة في البورصة، خرجت بره البورصة. ليه؟ ما لا تنطبق عليها قواعد القيد.
بنك قطر الوطني لما جاله عرض شراء لما كان سوسيتي جنرال زمان وجاله عرض شراء اتباع منه 97% امتلكتها قطر و3% فضلوا في السوق. قواعد القيد بتقول لازم اشطبه ما بقيش عليه. تعالي بقى نفس الوقائع دي على شركات اخرى صغيره، شركات يعني عديده، ان هي نسب التداول الحر قلت على طول البورصه بتوقفها وتطلب منها شطب اجباري. طيب خليني دكتور مصطفى يعني بخبرتك الاقتصاديه، هي قواعد القيد لازم تبقى مرنه؟ يعني لازم انا كرئيس او مدير للبورصه المصريه يكون عندي مرونه في التعامل مع هذه الشركات، بحيث ان لو في شركه كبيره هتاثر لو انا اتخذت قرار حازم معاها وطبقت القانون بتفاصيله هيكون في مشكله اكبر، ولكن الشركات الصغيره اقدر اسيطر عليها وامنعها. ده انا وجهه نظري المفروض المعامله لكل الناس تبقى واحده، وده بيطبق في كل البورصه بتاعنا معي. لمصلحه البورصه. لمصلحه البورصه، وهو لمصلحه البورصه انهم يبقوا يزودوا التداول بتاعهم. حتى بالحركة لو في رقابه صارمه او القواعد موحده على الجميع وطبق على الجميع ده بيدي بيسموها جود ايمج للبورصه، صوره جيده للبورصه، ان هذه البورصه منضبطه ما بتميزش ما بين حد والتاني. خدت بال حضرتك؟ فبالتالي انا لما اجي اخش ابقى مطمن مش هتعامل معامله كده ولا كده. خدت بال حضرتك؟ فده مهم جدا من ناحيه. الناحيه الثانيه النهارده لازم من ناحيتين اتكلم عن البورصه كبورصه هي ذراع تنفيذي والرقابه الماليه كذراع رقابي. لازم انا شايف يلعبوا دور تنسيقي اكبر من كده مع بعض. الاثنين لازم يلعبوا الهدف واحد، ان هو ان احنا بنعيد بننظم بسوء طريقه حاليا. شايف حضرتك ان اهدافهم مختلفه؟ انا شايف انه في الفتره اللي فاتت كان في نوع من يعني عدم الانسجام. الفتره اللي فاتت ساعات بيحصل فيه توافق، بس انا شايف ان لازم الانسجام يكون مستمر مستدام عشان ما يحصلش فيه انا اتهم البورصه انها هي السبب، اتهم الرقابه الماليه هي السبب. لا ده مش صح. الاثنين المفروض بيلعبوا لمصلحه واحده. خدت بال حضرتك؟ ما ينفعش اقول مش المفترض ان في منظومه بتقود الادارتين؟ المفروض ان في قانون كمان بينظم التعامل، ولكن احنا في بعض التجاوزات اللي انا شفتها حصلت من رئيس هيئه الرقابه الماليه ايام ما كان رئيس، وهو كان رئيس بورصه اصلا وترقى بقى رئيس هيئه. لما كان رئيس بورصه سحب قواعد القيد من اختصاصات هيئه الرقابه وخلاها معاه في البورصه. لما ترقى وراح بقى رئيس هيئه رجع سحب قواعد القيد طبعا من البورصه، وطبعا دي ما بتحصلش في اي حته، يعني احتكار لحاجه معينه وانا هنا اخدها معايا واما اطلع فوق اخدها معايا ولو استقلت طيب هتاخدها معاك. فدي حاله من الحالات اللي انا شايفها يجب ان تحدد قواعد القيد تبع مين، تبع اداره البورصه ولا اداره الهيئه. الحاجه الثانيه يمكن اداره الهيئه كانت بتتعامل بعنف شديد مع المستثمرين في الفتره الاخيره، وكانت بتعتبر ان الغرامات والجزاءات اللي بتفرضها جزء رئيسي من ايرادات الهيئه، ولذلك خلينا نتوقف بقى عند الغرامات والجزاءات، وهل هي بالفعل جزء رئيسي من ايرادات الهيئه وبالتالي لازم يكون في تطبيق صارم علشان الحصيله تزيد، ولا ده بيهدد البورصه؟ خليني اسمع بقى اجابه من حضرتك بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبرحب بضيفايا الموجودين معايا في الاستوديو مره ثانيه، واحنا موضوعنا مهم جدا وبيهم كل المواطنين وكمان في صالح الاقتصاد المصري، ده الهدف الاساسي اللي احنا موجودين طبعاً علشانه النهارده وبنناقش ملف مهم زي البورصه. كنت متوقفه عندك يا دكتور ابراهيم وبنتكلم عن هل الجزاءات والغرامات والفكره دي بقت موجوده عند مؤسسات كتير في الدوله هي وسيله مهمه لزياده الايرادات، ولا دي بتدمر الاقتصاد المصري؟ لا، هو الاساس بتاعها انها مش لزياده الايرادات، انها لضبط السوق. صح، ده الهدف بتاعها. منظمه زي توالت مش فارقه معايا، المهم انها تفرض في وقتها ولصالح قضيه ما. النهارده لو عندي مخالفه لا تفرض، وثبتت المخالفه لا تفرض عليه العقاب. هي لضبط السوق، هي للردع، اداه للردع. لكن بقى انها تبقى تارجت حصيله او مش تارجت حصيله، لا ده بعيد عن الهدف التي وضعت من اجله. خدت بال حضرتك؟ فعشان كده انا بوصل ان هي اداه للضبط. زي ما حضرتك يعني المسؤول دلوقتي اللي بيطلع الاسبوع اللي فات قرار بانشاء لجنه فض منازعات في مخالفات سوق المال،
وده قرار جيد جدا جدا جدا. ده اكيد نتيجه الشكاوى اللي انتوا دايما تمام موجودين بيها في مجلس النواب خلال الفتره اللي فاتت. الموضوع كان مصار في مجلس النواب الاسبوع قبل الماضي، وكان في اجتماع مع اللجنه الاقتصاديه، واحنا بالمناسبه انا بشكرهم جدا جدا، بشكر الاستاذ احمد سمير رئيس اللجنه. هم استمعوا لكل المتعاملين في السوق، استمعوا ايه المشاكل اللي بتواجهنا، ودي كانت اول مره احنا نلاقي جهه تستمع لينا. احنا ما بنشتكي بقالنا فتره وما فيش حد بيستمع. هو دايما المستثمر والقطاع الخاص في مصر لما بيشتكي ما بيكونش فيه توجه ولا تعاطف معاه انه مظلوم، يعني في نظره كده للمستثمر انه للأسف. يعني جاي يحصل هو كمان على حصيله من عايز مكاسب بالعافيه. ولكن احنا بنتكلم في حاجه مهمه زي ما حضرتك قلتي، البورصه. الدوله النهارده اتزنقت، محتاجه بورصه نشطه. على فكره صندوق النقد هيجتمع يوم الاربعاء عشان يقرر لنا الدفعه الاخيره 2 مليار او لا. انا بقول لك من دلوقتي مش هيقرها، هيقول لا، رغم ان احنا طبقنا المرحله كل حاجة الاخيره. حاجه واحده ايه هي؟ برنامج الطروحات. برنامج الطروحات عايز بورصه نشطه، والبورصه ميته، فبرنامج الطروحات عمال يؤجل بقاله سنتين. احنا عملنا كل حاجه في برنامج الاصلاح الاقتصادي، اجراءات عنيفه جدا تمت، ونشكر الشعب المصري ان هو استحملها. فاضل اجراء وحيد من اجراءات الاصلاح الاقتصادي اللي اتقدمت للسنه، ونشكر كمان الرئيس انه اول رئيس يتحمل المسؤوليه دي طبعًا. قدام الشعب ويواجه الشعب بشعبيته. الحقيقه على فكره ما فيش رئيس بيخاطر بشعبيته بالشكل ده. الرئيس السيسي خاطر بشعبيته، ولكن عشان مصلحه الدوله. وده اللي حصل، ان خلال الفتره اللي فاتت في اجراءات اصلاح اقتصادي عنيفه جدا تمت، فاضل لنا اجراء واحد وهو برنامج الطروحات اللي مش قادرين ننفذه. الحكومه تقدمت قالت ان انا هطرح عده شركات هيجي لي 23 اللي بتحقق ارباح. دي مشكله الطروحات دي مش هطرحها مجرد ما انا عندي السوق مش مظبوط. ما هو انا بقول لحضرتك ليه بقى؟ عشان السوق ضعيف فبنأجلها، فمش هنقدر نخليها. طيب وحضرتك بتقول ان صندوق النقد الدولي مش هيوقف كده يا دكتور، لان هو عمل لك اجراءات كتير الفتره اللي فاتت، طبق اي تسهيل تلقائي ولا هتنفذ من شهر سبتمبر اللي جاي، حرر اسعار يعني عمل شاشه احنا عملنا كل حاجه، بس انا بتوقع انه ياجل. استاذ وائل خلينا نبقى متفائلين. انا متفائل بالتاكيد، احنا هننبه المسؤولين، لكن في الاخر برضو حضراتكم انتوا الاثنين هتكونوا في مواجهه المواطن المصري اللي بيشوفكم النهارده في الحلقه، واللي الاجتماع هيبقى خلال فتره قريبه جدا. وكل تاكيد احنا في الحلقه اللي جايه هنقول حضرتك تفاؤلك كان في محله، ولا التشاؤم اللي كان عند استاذ وائل كان في محله. فبالتاكيد ان دي ظروف هنكتشفها خلال وقت قريب جدا. بس خلينا نكمل موضوعنا، وقبل ما نقول ان ازاي ممكن الامور دي تتحل والقرارات العاجله اللي يجب ان تتخذها الدوله، خلينا ننبه المسؤولين لو استمرت هذه التداعيات حضرتك شايف الموضوع هيوصل لفين؟ بالنسبه للبورصه حضرتك هو كده كده يعني الوضع الحالي غير مطمئن، فانت محتاجه تاخدي شويه تدابير الفتره الجايه من ضمنها تخفيض سعر الفائده عشان يعني اخلي فيه سيوله في السوق من ناحيه. اثنين، لازم برضو تحرك من الجهتين الرقابه والبورصه ان هم تشجيع الشركات للانضمام للسوق مره اخرى، بالذات اللي خرجت وترجع تاني او شركات جديده. الحاجه الثالثه، لازم لما اجي انقي برامج طروحات او انقي شركه اطرحها في البورصه، لازم انقي حاجات بتسموها ايه؟ بتسموها الفري اتراكتف اللي هي كاتشي. يعني النهارده لو بتكلم على بنك القاهره ممكن لو نزلت لوحده ممكن يجذب السوق. استعطب الحركة مش لازم بالعدد، مش بالكم الموضوع، صح، بالكواليتي. يعني اختار حاجه كويسه تروح للسوق انا عارف انها لما اطرحها النهارده الناس هتجري عليها. خدت بال حضرتك؟ فبنك القاهره عايز اضيف حاجتين على الدكتور. يعني. في حاجتين كمان مع الفايده ومع الطروحات الجديده. اولا الغاء اي ضرائب على البورصه. احنا النهارده وزاره الماليه بتبص للعائد المباشر، الايرادات. الايرادات بالتجربه الفعليه خلال الثلاث سنين اللي فاتوا كان المفروض ضريبه اسمها ضريبه دمغه التعاملات، بالتجربه الفعليه الحصيله اللي جت اقل من 500 مليون جنيه. وده رقم قليل جدا امام الاضرار اللي تسببت في هذه ضريبه دمغه التعاملات. هم ثبتوها ولكن السوق كان بيتعشم ان هو تتلغي، لانك عندك بورصات حواليك بتنافسك، بورصات ناشئه، البورصات العربيه بالذات وبورصه تركيا. البورصات دي بتعمل حاجات جامده جدا للمستثمر عشان تجيبه. السعوديه اللي مش محتاجه دولار جايب 11 مليار دولار في الست شهور الاولى من السنه دي من مستثمرين اجانب. خلينا نبقى محددين ونقول على قرارات بعينها للمسؤولين النهارده اللي بيشوفوا حضراتكم النهارده في البرنامج، ونقول
ما هي القرارات العاجلة اللي يجب أن تتخذها الحكومة لو تم اتخاذها هيتوقف نزيف خسائر البورصة وهينشط الاقتصاد. الدكتور قال حاجتين مهمين، سعر الفائدة لازم ينخفض وده لازم نتكلم فيه بعد إذن حضرتك. العالم كله بيتجه للفائدة الصفرية، احنا من أعلى 10 دول في العالم في سعر الفائدة، ما انتش محتاجة لهذه التكلفة العالية. طب احنا الحمد لله عندنا تصنيف قوي فلازم انخفاض الفائدة زي ما قال الدكتور. الطروحات لازم يبقى في طرح جديد كبير يجذب مستثمرين، إلغاء الضرائب على تعاملات البورصة في الوقت الحالي أو تأجيلها سنتين ثلاثة لغاية ما السوق ينتعش. الحاجة الرابعة حاجة تخص الاقتصاد وهيبقى لها مردود اقتصادي ومردود على البورصة، وهو تخفيض سعر الغاز اللي بيورد للمصانع. احنا عندنا بنورد الغاز للمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة بحوالي 7 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين كل الدول اللي حواليكي بتورد للمصانع ب 2.5 دولار للمليون وحدة. يعني انت بتعملي تكلفة زيادة على المصانع فمش قادرة تنافس، مش قادرة تصدر. انت عايزة فاتورة الصادرات ترتفع من 25 مليار دولار ل 50 مليار، لازم ان انا اشجع المصانع دي. فانا بدأت يبقى عندي اكتفاء ذاتي من الغاز وبدأت اصدره. انا رأيي اصدره محليا هيعمل قيمة مضافة اعلى ما اصدره خارجيا. اما اصدره خارجيا هيجي لي حقه اللي هو 3 دولار او 4 دولار، لكن لما اصدره محليا للمصانع دي هيجي لي قيمة مضافة تشغيل أكتر. متهيألي كمان إن السعر للمصانع المحلية بدأ إن هو بيباع ليهم بنفس السعر العالمي. 7 دولار، لا 7 دولار ده السعر العالمي. هو دايماً بص هقول لحضرتك حاجة، وبيتباع أكتر من السعر. طب أكتر من الضعف مش أكتر وبس. هو دايماً أسعار الوحدات المنازل والأفراد بتبقى عالية تمام، بالنسبة للمصانع بتبقى مخفضة زي سعر الفايدة. سعر الفايدة في بعض الدول الفايدة الصناعية بالذات بيعمل لك من 4% ل 6%، ملوش دعوه بالحاجات التانيه لانه عايز يشجع الصناعه تزيد. انت لما بتشجع الصناعه عجله الانتاج بتزيد، الدخل بيزيد، خدت بال حضرتك؟ الافراد دخلهم بيزيد، بيلاقوا شغل وبيلاقوا مثلا دخل عندهم اكتر، بيلاقوا يقدر فرصه في وضع في من حيث منصب ومن حيث فلوس احسن، خدت بال حضرتك؟ فبالتالي السيوله بتبقى موجوده في السوق والشركات بتكبر وبتتطور. زي ما قلت لحضرتك الاول خالص، زي ما قلت لحضرتك حاجه من هيبتدي مثلا ليه البورصه مش مرآه للاقتصاد في الوقت الحالي؟ زي ما قلت لك هي مرتبطه بعجله الانتاج. يعني في مؤشرات اقتصاديه كويسه ايجابيه، بس انت عملت مؤشرات اقتصاديه عشان ترجع عجله الانتاج تاني. فلو عجله الانتاج شغاله، لما بقول لحضرتك معدل النمو فيه 3 اضلاع، عندك تجاره واستثمار وانتاج. تجاره كويسه بتزود بتخليك تشجعك الاستثمار، في الاستثمار بتعمليه عشان تنتجي وترجعي تاني للسوق تاني. فخدت بال حضرتك النهارده لو الاضلاع دي مش منضبطه، عندي الانتاج واقع، طب انا هدي لمين؟ هتاجر لمين؟ طب انا مفيش عندي تجاره، طب هستثمر ليه؟ فهي كلها زي طيب ايه المقترحات اللي حضرتك شايف ان يجب ان تتخذها الحكومه بشكل عادل؟ بص حضرتك احنا بنتكلم في حاجات ايجابيه حصلت الفتره اللي فاتت، زي ما قلت لحضرتك موضوع حافز التصدير بيتكلموا فيها في الوقت الحالي، وانه ان انت النهارده لو انت عندي حافز النهارده ممكن تخصمها من الضرايب بتاعتك. دي كلها امور كويسه. زي ما قلت لحضرتك اول حاجه لازم سعر الفايده لازم يقل بكل المقاييس. كان عندي فرصه شايفها عظيمه الفتره اللي فاتت، سعر الفايده اتخفض وكان هيشجعني بعد 3 شهور ان انا ابص بصه ثانيه. النهارده انا نتيجه تخوفي ان الاسعار تشت عن تنحرف عن المسار بتاعها، هفضل خايف لغايه المره الجايه وخليني برضو امشي بنفس المسار. لا لازم عندي جرأه شويه تمام. انا لازم ابص ان القطاع الخاص لازم يقوم، فبالتالي من الناحيه دي القطاع الخاص عشان يقوم محتاج له كذا مجموعه عوامل. زي ما قلت لك سعر الفائده من ناحيه، يبقى الدوله عندها رؤيه لحاجه اسمها الاكزيت استراتيجي اتاحه اكبر للقطاع الخاص. ايه اقعد مع القطاع الخاص دايما قعدات منتظمه او شبه منتظمه عشان اعرف هم واقفين فين. النهارده ترامب لما جه مسك الحكم عمل ايه؟ اول حاجه عملها قعد مع القطاع الخاص قال لهم انتوا ايه اللي مش مخليكم تنتجوا جوه امريكا؟ صحيح خدت بال حضرتك؟ وابتدى يحط قواعد وضوابط للسوق. عمل حاجات قد تكون ضد حريه التجاره زي موضوع الحمايه، لكن لها المصلحه القطاع الخاص الامريكي. في الاخر انا بحاول امسك ازاي العب بالادوات الموسيقيه بتاعتي، امتى اتك على الوتر ده وامتى اتك على الوتر ده. خدت بال حضرتك؟ عشان انا عندي هدف محدد، انا النهارده الاقتصاد ده لازم يقوم. عملت برنامج اصلاح مالي ونقدي عنيف تاثر بيه كل الطبقات، شركات تاثرت، افراد تاثرت، كل فرد في مصر تاثر. طب انا عملت الكلام ده ليه؟ انا عاومت ليه؟ عشان ازود تصدير. طب انا ما زودتش تصدير، كانك يا ابو زيد ما زيد في الاخر. خدت بال حضرتك؟ النهارده انا عندي تارجت لازم احققها. طيب النتائج المنتظره يا استاذ وائل اذا تم اتخاذ هذه القرارات والاجراءات اللي حضراتكم اتكلمتوا عليها، حضرتك شايف لو بالفعل بقى في ضوابط سعر الفايده انخفض، ابتدى يكون في تنسيق ما بين الهيئتين في البورصه، الرقابه الماليه واداره البورصه، حضرتك متوقع
ان يحصل ايه وخلال فترة قد ايه عشان بس ما نكونش بنصدر المشكلة من غير ما نقدم حلول. جميل. لابد هينعكس على نشاط البورصة. وعلى فكرة الفلوس اللي جوه البورصة دي احنا بنسميها الأموال الساخنة، الهوت ماني. الأموال الساخنة دي بتبقى أول رد فعل لأي قرار، وكانت الأجانب بتمثل الحركة دي بشكل كبير. لما بيبقى قرار سياسي أو اقتصادي سيء بتلاقي الأجانب بتنسحب من البورصات، وده حصل لنا بعد يناير 2011. الأجانب انسحبت. لما بيبقى قرار ايجابي بتلاقي الاموال دي بتخش تاني مره اخرى. احنا في الثلاث سنين الاخيره دي فلوس الاجانب في السوق المصري كبيره جدا، ولكنها في اذون وسندات الخزانه عشان سعر الفايده، ما دخلتش عشان سعر الفايده ما دخلتش لسه للبورصات. فلو تعدلت شويه الاجراءات دي والغاء الضرائب عن البورصه وتخفيض سعر الفايده ومحاوله تخفيض سعر الغاز للمصانع عشان نشط القطاعات اللي موجوده في البورصه، حديد واسمنت وسيراميك، هتنعكس على البورصه بشكل كبير. هتنشط فهتمكن الحكومه من تنفيذ برنامج الايه؟ الطروحات اللي مستنياه، وده برنامج عائده كبير جدا من 23 مليار جنيه حتى 80 مليار خلال 5 سنين. يعني هي العاجل عايزه تطرح طروحات ب 23 مليار، الاجل حوالي طروحات ب 80 مليار. ده هيخش لك مورد يغطي لك جزء كبير من عجز الموازنه، انك انت تبيع جزء من مساهماتك في شركات، فلازم تبقى بورصه نشطه عشان تنفذ للحكومه اليه التخارج. هي دي مين المسؤول عن تنفيذ هذه القرارات؟ وحضرتك شايف ان الاولويه اللي يجب ان يتم البدء فيها هي واحده، هي مش مسؤوليه جهه واحده، هي مسؤوليه حكومه كامله على بعضها. صح. بنلعب كتيم، فريق عمل. فانا عليا دور، والوزاره دي عليها دور، والرقابه دي عليها دور، وده عليه دور. ما احنا عايزين نقدم النهارده يعني قرارات بتحديد مسؤوليات. هقول لحضرتك يعني لو قلنا الرقابه والبورصه محتاجين يقعدوا مع بعض عشان يحطوا رؤيه واحده للسوق ويشتغلوا مع بعض كتيم، ده مطلوب من ناحيه البنك المركزي. الناحيه الثانيه سعر الفايده، لازم الماليه والبنك المركزي يقعدوا مع بعض عشان خاطر انا عندي عجز موازنه، لا ما تعملش، لا مش عارف، لازم نبص لحاجه واحده قدام، ان انا عايز ايه في الاخر. عايز ازود مواردي، عمرها ما تيجي بالشكل ده، لازم ازود استثمارات. مش بس بورصه، لا انا بتكلم استثمارات فيكست اللي هي اف دي اي وشركات موجوده في السوق المحلي عايزه تنتج وتتوسع او يفتح جديد وكل الكلام ده. لان انا النهارده لو بشجع الاستثمار والاستثمار شغال كويس قوي عندي، ما هينعكس على الفلوس من ناحيه ثانيه، الفلوس هتخش. هل لو سعر الفايده انخفض الفلوس هتدخل على البورصه على طول، ولا ممكن اوعيه ادخاريه اخرى تختطفها؟ بصي حضرتك، العميل بتاع البنوك يختلف شويه عن عميل البورصه، ولكن لو انخفضت الفايده هتاثر على نتائج اعمال الشركات المقايضه في البورصه، مش الشركات دي مقترضه. فلما تنخفض الفايده هتقل تكلفتهم، وبالتالي هامش ربحهم يزيد، فالشركات دي نفسها هتقدر تتوسع، تعمل خطوط انتاج اكتر، فربحيتها تزيد، وبالتالي اسعار اسهمها تزيد. وبعض اصحاب الاوعيه الادخاريه في بعض الاحيان لما بيلاقوا العائد انخفض بشكل كبير، يعني احنا كان في فتره من الفترات العائد 8%، فكان بيتجه الى اوعيه اخرى، وكان منها البورصه بشرط انه تكون بورصه نشطه. انا عايز اخلي بالك ان العقار بيرتفع بشكل مبالغ فيه، ان اسعار الذهب بترتفع بشكل، واحنا البورصه بتنخفض كمان بشكل في مبالغ. تنبؤات ان سعر الدولار مش هيستمر في الانخفاض، وانه في نهايه 2019 هيكون في سعر مختلف. حضرتك النهارده كان في حد يتنبا ان سعر الدولار ينخفض؟ انا في اول السنه، حاجه فرديه، انا في اول السنه الناس كلها كانت بتقول لك سعر الدولار هيعدي 20، لكن الحكومه دايما كانت بتقول ان الدولار هينخفض. قليلين جدا اللي كان يقول مثلا سعر الدولار انخفض، هو عارف مين؟ قليلين جدا اللي كان بيقول ان سعر الدولار هينزل لغايه اخر السنه كمان، وهيثبت عند حد معين وبعد كده يستقر وبعد كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي. كنت بحرك، لكن كان كل الترند، كل السوق بيتكلم ان سعر الدولار مش هينزل. صح، كان توقعات شركات وكل مؤسسات او افراد كان كله بيتنبا بهذا الوضع. طب بس حضرتك النهارده يعني جرتني لحاجه مهمه جدا، هو احنا اداره اقتصادنا بيتم بشكل عشوائي؟ احنا ليه ما بنتنبأش الاحداث الاقتصاديه وبيكون عندنا اجنده وخطه، عارفين احنا رايحين فين وجايين على ايه؟ يعني النهارده حضرتك عمال بتتكلم على الدولار، في توقعات انه ينخفض وتوقعات انه يرتفع، بنتكلم على البورصه، مشاكل وازمات لو اتحلت هترتفع او هتنخفض، ما حدش عارف. هو ليه احنا ما عندناش قواعد اقتصاديه نقدر نبني عليها مستقبلنا الاقتصادي؟ خليني اقول لحضرتك برضه حته، هو ده مش موجود في العالم؟ لا خليني اقول لحضرتك، ده موجود في عند طبعا الدول اللي عايزه تبص لقدام، بس الاسواق متقدمه. خليني اقول لحضرتك، النهارده انت كنت عندك وضع اقتصادي متازم، وكنت عامله زي الفايت اسمه فاير فايتر اللي هو بيطفي حرايق، عايز يطفي الحريقه في الاخر عشان يعرف يتصرف ازاي. فكان الفتره اللي فاتت انه بيطفي حرايق عايز يعيد الاستقرار للاقتصاد،
فاكيد كان استخدم عوامل اخرى عشان تساعده سواء اللجوء للصندوق او غيره او غيره او غيره عشان يوصله لمرحله الاستقرار. خدت بالك حضرتك؟ قد يكون ليه نتائج سلبيه، نتائج سلبيه، بس اكيد في نتائج ايجابيه حصلت على الاقتصاد في الفتره الحاليه وكلنا سمعنا عنها وشهدت مؤسسات الدوله. بس انا بعد كده مرحلتي ايه؟ لازم عندي رؤيه. انا بعد 50 عايز ابقى ايه؟ انا عندي 20 30 بس دي على اللونج ران. انا محتاج كل 5 سنين انا عايز اروح فين؟ اهدافي التارجتس المستهدفات بتاعتي في خلال 5 سنين انا النهارده عايز احقق معدل النمو كام؟ ومعدل النمو مش عامل اساسي ان يعبر لي عن تحقيق تنميه حقيقيه، هو احد مؤشرات بقيس بيه. لكن النهارده لما المواطن نفسه يحس ان في عائد ايجابي عليه او بدا يحس بالتنميه، في النهارده في تركيز على المواطن الفتره الجايه من خلال الخدمات، بدا يتكلموا في حاجه اسمها القرى الاكثر احتياجا الفتره اللي فاتت، بدا يحطوا اولويات ليها، خدت بالك حضرتك احتياجاتها الفعليه، بدانا نبص بدانا نحرك جزء من الايه؟ الموارد اللي تحققت لهذا الشان. بس ده لازم ان انا ايه؟ في اطار رؤيه لقدام، انا النهارده بقول لحضرتك انا عايز الاقتصاد المصري يبقى في خلال 5 سنين يبقى كذا. عندنا رؤيه؟ في الوقت الحالي كرؤيه اقتصاديه ما عنديش. طيب. صراحة. لو بنتكلم ان دكتور ابراهيم النهارده هو كخبير اقتصادي دوره ان هو بيرصد الواقع، بيقول لنا ايه اللي موجود في الاقتصاد المصري وبيحاول انه يتنبا، لكن حضرتك عندك شركه استشارات ماليه، وبالتالي النهارده الشركات بتجيلك علشان تعرف من حضرتك المستقبل رايح فين، وبناء عليه ده شغلك الشاغل. يعني تقدر حضرتك تقول لنا احنا وضعنا الاقتصادي رايح فين، والاستثمار الاجنبي في المستقبل جاي ولا مش جاي، والبورصه هتتحسن ولا مش هتتحسن؟ طيب. وهل عندنا قواعد وخطه واجنده بتقول احنا رايحين فين؟ هتكلم بناء على بعض المعطيات اللي هتحصل خلال ال3 شهور القادمه. اول حاجه انا بتوقع من دلوقتي ان في تخفيض هيتم في سعر الفايده في الاجتماع القادم للبنك المركزي، بغض النظر عن ارقام التضخم اللي هتعلن في نهايه هذا الشهر، لان التضخم مش هيتاثر بالشكل اللي الناس متخيلاه بعد زيادة البنزين والكهرباء، هيتأثر بشكل أقل، وبالتالي هيدي فرصة للبنك المركزي يخفض. فأنا بتوقع تخفيض الفائدة، وده هينشط الاقتصاد وينشط البورصة. بتوقع إن البورصة الدولار يعني يستمر في الانخفاض، بتوقع سعر 16 جنيه هذا العام، وده مخالف لآراء كتير. بس بالعكس بدأت بعض المؤسسات العالمية تنزل تقرير عن الدولار أمام الجنيه وبتشيد بأداء الجنيه وبتتوقع استمراره. أنا بتوقع أنه يوصل لل 16 جنيه، وهديك توقع هيفاجئك، خلال سنتين هنشوف 13 جنيه في سعر الدولار أمام الجنيه، وممكن أقول مبررات بشرط. لو تحبي بشرط؟ يعني حضرتك قول الشرط ضروري قبل ما نختم حلقتنا. حضرتك قول الشرط. عجلة إنتاج ترجع تاني، هو عارف. أنا أقول لحضرتك حاجة، الدولار سلعة عرض وطلب. إحنا لو جبنا الأرقام مواردنا من الدولار إيه؟ وجمعناها وشفنا استخداماتنا من الدولار ايه وطرحنا ده من ده، هنلاقي ان احنا عندنا فائض في الدولار. واقول لحضرتك بالارقام، احنا عندنا 5 موارد للدولار بدون تكلفه، ومورد سادس بتكلفه. الخمس موارد اللي بدون تكلفه خالص السياحه، ودي بدات تزيد. نقولهم بقى بشكل سريع عشان احنا وقت حلقتنا انتهى. السياحه، الصادرات هتزيد لما تبتدي تصدري غاز وكهرباء، بقى عندنا فائض انتاج غاز وكهرباء، وبنعمل خطوط ربط دلوقتي مع قبرص والسودان والسعوديه والاردن عشان نصدر كهرباء، فالصادرات دي هتزيد اكتر. الاستثمار المباشر وده ما زال ضعيف واداؤه ضعيف جدا بالنسبه للمقارنه للباقي. التحويلات العاملين بالخارج حاليا بتحقق قمه تاريخيه. ولسه ولسه هتزيد، فيبقى عندي السياحه والصادرات والاستثمار قناه السويس. ادي ال5 موارد وبتزيد. يبقى دي مواردك من الدولار. المورد السادس اللي بيجي في اذون الخزانه، ده مورد بتكلفه، انه بيجي يكتتف في اذون الخزانه فبتدي له فايده، وده المورد اللي بيكلفنا. عندك رساله اخيره. الاستخدامات بقى، استخداماتي في الدولار. الواردات، ودي بدات تقل بسبب التقشف اللي احنا عاملينه في بيوتنا غصب عننا من الغلاء والاجراءات اللي خدتها الدوله، فخلت الواردات تقل شويه. المضاربه على الدولار اتمنعت نهائي. فدي العوامل دي هتخلي الدولار ينخفض امام الجنيه خلال الفتره اللي جايه السنه دي. لو عندك رساله مهمه وسريعه هتقولها دلوقتي لرئيس الوزراء علشان يطبقها وينفذها مع الدكتور محمد عمران، هتقول ايه بشكل سريع؟ ممكن نطلع على رئيس الجمهوريه. ممكن نطلع لرئيس الجمهورية. هنقول رسالة سريعة، رقم مؤشر البورصة ورقم سعر العملة بيهموا أي نظام في العالم. احنا شايفين رئيس أمريكا بيهتم يوميا بمؤشر البورصة. نتمنى من الرئيس أنه يجي يفتتح إحدى جلسات البورصة ليعبر للعالم أجمع أن البورصة المصرية في بؤرة اهتمام الدولة.
رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي بما انه هو اللي اختار الى من يوجه الرسالة لانتعاش البورصة مرة اخرى؟ لا انا مش ببص البورصة بس، انا ببص للاقتصاد ككل يعني. بس موضوع ان النهارده البورصه والبورصه هي، هقول لحضرتك، ما هو بص البورصه لا مش باخدها منعزلة عن بقيه الاقتصاد. طيب الرساله الاساسيه لحضرتك، انا النهارده لازم عندي اهداف اقتصاديه واضحه في خلال 5 سنين جايين، تمام، على مستوى الخمس الحاجات، الموارد الدولاريه اللي عليها الاستاذ وائل، خدت بال حضرتك من ناحيه. 2 وضع مناخ الاستثمار من ناحيه ثانيه، هيبقى شكله ايه بعد 5 سنين، خدت بال حضرتك. الحاجه الثالثه والاخيره زي ما قلت لحضرتك، يبقى الدوله عندها نوع السنس بتاع الاكزيت استراتيجي. امتى الدوله النهارده لو انا شايف الاقتصاد في حاله توازن، في حاله استقرار، لازم ابدا اشوف ايه القطاعات اللي انا محتاج اكون موجود فيها والقطاعات المفروض اتخرج منها. انا بشكر حضراتكم النهارده على وجودكم معانا، وبتمنى ان ضيوفنا او ضيفي النهارده في الاستوديو خبراء لا يستهان بهم في مجال الاقتصاد وبشكل خاص في مجال البورصه. اتمنى ان الرسائل والتوصيات اللي حاولنا ان احنا ننقلها لحضراتكم النهارده تجد من يسمعها وينفذها وتكون اولويه على اجنده الحكومه المصريه علشان يكون عندنا اقتصاد قوي بتعكسه البورصه المصريه. شكرا مشاهدينا الكرام، مع خالص تحياتي منال السعيد.